تبارك إلهنا كل حين الإله الواحد وكلمته وروحه الأب والابن وروح القدس الإله الواحد الأحد آمين. سيداتي سادتي، كان الفضل لعلماء خصوصا أمريكيين في الكتاب المقدس في الرد على أحد الذين تخلوا عن المسيحية المدعو بارث إيرمان بذريعة أنه وجد اختلافات بين مخطوطات الكتاب المقدس. وطبعا عندما يسمع الإنسان أو عندما يشاهد هذا الشخص أو أمثاله ويتوهم، خصوصا أنهم لأنهم يعطون تفاصيل تبدو علمية ولكنها في الواقع جزء من الحقيقة، إذا نحن بحاجة للرد على هذا الرجل بكل احترام بكل محبة ووداعة ووقار، وعلى أمثاله الذين يدعون أن في الكتاب المقدس تحريفات كثيرة وخطيرة. أولا، الكتاب المقدس وبالذات العهد الجديد هو أكثر كتاب موثق من العالم القديم، يعني لنقولن حتى القرن السادس الميلادي، حتى لا نتكلم بتاتا عما أتى بعد القرن السادس أو السابع الميلادي. يعني معظم المخطوطات التي عندنا من الكتابات القديمة من كتابات الكتاب القدماء أقصى حد من مخطوطاتها مثلا 20. الكتاب الإغريق الفلاسفة مثلا أحيانا قد يجد المرء نسخة أو نسختين. إحدى القواعد إن وجدت 10 نسخ متطابقة جوهريا تقبل تلك المخطوطات باعتبار أنها ثابتة، لأنها تثبت النص. كم من مخطوطة عندنا للعهد الجديد في اللغة اليونانية؟ عندنا حسب ما أذكر 5752 مخطوطة للعهد الجديد اليوناني. يعني في النص اليوناني الأصلي عندنا حتى الآن إلى أن تكتشف غيرها 5752 مخطوطة. عندنا ما لا يقل عن 10,000 مخطوطة، يعني ضعفها، في اللغة اللاتينية، ولا نريد أن نتكلم عن اللغات الأخرى. فعلا هنالك اختلافات كما ترون أسفل هذه الصفحة، هناك بعض اختلافات، ولكن هل هذه الاختلافات تغير المعنى؟ لا، الاختلافات هي من النساخ أو الكتاب، وعلى الأقل 75% من هذه الاختلافات كما يقول عدد من العلماء في الكتاب المقدس ومنهم دانيال والس، إذن 75% هي اختلافات لا تؤثر على الإطلاق، بل هي اختلاف في الإملاء. في الإملاء يعني بين حالة الرفع أو حالة النصب. أحياناً عندنا اختلاف، عندنا ما لا يقل غير عن اختلاف هذا، عندنا ما لا يقل عن 1,000,000 اقتباس للعهد الجديد عند آباء الكنيسة. 1,000,000 اقتباس. طبعا هذه الاقتباسات أو هذا الاستشهاد يشهد
للنصوص الأصلية. أحياناً عندنا كلمة تنقل من مكان إلى آخر ولكن يبقى المعنى نفسه، يعني 25%، إذن 75% بين رفع ونصب أو جر، 25% كلمة تنقل من مكان إلى مكان في الجملة ولكن يبقى النص والمعنى واحد. مثلا في يوحنا 3:16 إما مكتوب في أحد المخطوطات يسوع، في مخطوط آخر الرب. طبعا المقصود في الرب هنا هو يسوع نفسه. إذن وهذه الاختلافات تصل إلى 1%، 1% يعني المترادفات. أحيانا عندنا حرف يختلف، وهذا الحرف مثلا في تسرنق الأولى 2:7 إما أطفال أو ودعاء، لأن أطفال إي بي أو إي بي وودعاء نبي. طبعا ماذا يقرر بما أنه النساخ الذين نسخوهم بشر، ولكن عندنا علم نقد النص، نقد بالذال، نقد النص textual criticism، وهذا النص هو يدلنا ما هي القراءة الفضلى. القراءة الفضلى كيف نعرفها؟ نعرفها عن طريق عدة قواعد. أولها القراءة الأكثر صعوبة هي الأكثر احتمالا، القراءة الأقصر هي الأفضل. إذن هذه القواعد تبقى وتساعدنا في حال الشك. طبعا هذا الشك يضم يعني يضم نعم أقل من 1% من نصوص الكتاب المقدس. الجميل أيضا في الأمر بخلاف ما يقوله ديركس أو غيره أنه هذه الاختلافات الطفيفة لا تؤثر على على جوهر أي عقيدة أو ممارسة مسيحية هامة. يعني زي ما قلنا حرف من هنا وحرف من هنا، وطبعا كيف نعرف الأصل؟ نعرف الأصل بالمقابلة بين المخطوطات، وهذا علم قائم والحمد لله وصلنا إلى نتائج واضحة الحمد لله لا مجال للشك فيها منذ ما لا يقل عن 50 سنة. هنا أنهي هذا القسم الأول من حديثي لنعود من الناحية الفكرية والمعنوية كما قال أحد الآباء الدارسين للكتاب المقدس في الشرق الأوسط، وشكرا لإصغائكم.